باجد باشا الصوفي. اهلا وسهلا. مش محتاج طبعا اقول لسعادتك هو مين يعني. طبعا غني عن التعريف، انا اعرف حضرتك من ايام اللواء منذر ياقوت. اعوذ بالله، وانت لسه شغال معاه؟ ايوه يا فندم، وسبق وقابلت حضرتك اكتر من مره في مقر المباحث. الله الله الله، يعني انا هطلع سوابق؟ لا لا العفو يا باشا، العفو طبعا. انا احنا ما عرفناش نمسك عليك اي حاجه. تحب سعادتك تتعرف على الاستاذ راغب ولا ده برضو مسكتوه تحري قبل كده؟ لا لا. استاذ راغب ده يعني حقيقي موسوعه، يعني اسطوره محاسبيه صراحه. هو اللي اكتشف لنا وفكنا رموز حجر امجد الديب. yeah. امال استاذ راغب، يا عيني يا عيني عليه يا عيني عليه. يا ريت بقى سعادتك مع الاستاذ راغب في ركن كده هادي تطلعوا الملفات وتفروا فيها بقى من غير مؤاخذه يعني. يلا بينا. اتفضل. بعد اذنك. اتفضل سعادتك. اتفضل سعادتك. يا سي محسن، الموضوع اللي ما يحتملش تاخير. الضابط نادر بتاع مباحث الاموال سعادتك ما بيبطلش زن. ويزن ليه؟ هو مش قبض، عايز ايه تاني؟ الظاهر كده معاليك ان ضميره وجعه. ايه حكايه ضميره دي؟ ما كنا قفلنا الموضوع ده. وهو رجع فتحها تاني يا باشا. العيب مش عليه، العيب عليك انت. انا قلت لك 100 مره لما تختار مصدر اختار رجاله، مش الضمير واجعه قال. يبقى ده بنقول له مرهم يا اخويا. طب وانا اتصرف معاه ازاي طب يا استاذنا؟ وتتصرف معاه ليه؟ ده ديل وتم خلاص. ادانا معلومات، ادينا له فلوس. هنرجع له المعلومات في بقه وناخد فلوسنا تاني؟ لا يا باشا، بس انا عايز ارد عليه يعني عشان ما يعملناش شوشره وكده. تحب معاليك اقول له ايه؟ قول له امك في العش والله طارت. ويلا يا اخويا عشان عندي شغل. ماشي يا باشا، بعد اذن معاليك. اتفضل يا باشا. الارقام المثبته هنا غير اللي في الاصول تماما، حاجه تانيه خالص. يا نهار اسود، ايه ده؟ انتوا جبتوا كل الورق ده منين؟ البركه في درويش بقى. طيب انت شايف ان احنا كده ممكن نبدا منين بقى؟ بص يا باشا، انسب حاجه نبتدي بملفات الجمارك، ده رايي. القعده اللي هناك دي بتجيب باخر مسمار في نعش امجد الديب. يا رب من غير مقاطعه. ما شاء الله، ضابط شريف محاسب عقر داتا بالحجم ده كله، يبقى خلاص المسرحية بتخلص والستارة هتنزل. أنا شفت نهايات كتير بالشكل ده. يسمع من بقك ربنا يا رب. الله، أمال أنت عايز إيه؟ إيه اللي في دماغك يعني؟ كده يبقى مش فاضل لي غير حاجة واحدة بس، إني أثبت إن أمجد الديب مش هو أمجد الديب. واتفقت بقى سعادتك مع الأستاذ راغب على إيه؟ يعني خطة اللعب مع أمجد الديب هتمشي إزاي؟ إحنا هنمشي له في موضوع الجمارك. وقبل ما يفوق من موضوع الجمارك نفتح له ملف بودرة السيراميك، ثم اللي ورا بودرة السيراميك. يا عيني. ده طبعًا بالتزامن مع موضوع أرض المحافظة. لا ده أنت كده مش هتعلق لو يا باشا. ده انت كده هيفتحوا لك جهاز مباحث خصوصي عشانك. البركه فيك. بس انا كان عندي استفسار. تأمرني. اللواء شوقي الله يرحمه. الله يرحمه حسين الدين. كان قال لي ان كل القضايا اللي هتوصلني عن امجد الديب مجرد تمهيد لضربه كبيره. انت عندك فكره كان يقصد ايه؟ عندي وحجهزها لك. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يبقى خمسة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ فتح الديب برضه مش كده؟ قوم. هو المكان كده يعني بيفضل مهوي كده على طول ولا أنا متهيأ لي؟ لا مؤاخذة يعني ساعة انصراف والناس كلها مشيت. حلو أوي، عشان نعرفه كده بقى نتكلموا مع بعضينا براحتنا. يعني أنا المباحث هتبعتلي عشان تسألني إذا كان عم حسين عبد اللطيف الله يرحمه
خلف ولا ما خلفش قبل ما يموت؟ مش انا من غير مؤاخذه يعني بقول لك ان الموضوع بسيط. طب لا مؤاخذه يعني اللي اسمه امجد دي هيستفاد ايه ان ينسب نفسه لعم حسين عبد اللطيف الله يرحمه؟ والله بقى هما بقى يدوروا زي ما بيدوروا، احنا من غير مؤاخذه بنساعد باللي ربنا سبحانه وتعالى بيقدرنا عليه. لا مؤاخذه يعني لا مؤاخذه، انت ايه صفتك بالقصه دي؟ والله انا راجل دايما بجري ورا الحق. واظن لك انك زي كده يعني. ايوه انا زيك، بس الموضوع ده فيه قلق وسين وجيم وانا ماليش بالمشاكل دي. شوف بقى، دي شهاده هتتسال عليها قدام ربنا وهيحاسبك، وان طلعت منك بما يرضي الله ليك اجرك عنده وعندي. لا مؤاخذه يعني مش فاهم. فهمت كده؟ ايه دي؟ فلوس؟ لا انا مش عايز فلوس. معلش يعني انا عارف انك مش عايز فلوس، يعني مفيش حد فينا عايز فلوس، بس يعني اهو رزق وجال حد عندك يا اخي، بكره ان شاء الله هيستدعوك، وطلعت منك شهادتك بما يرضي الله ليك عندي زيهم.